الجيش المصري في حارب اليهود وانتصر عليهم، والحمد لله ربنا اكرمنا في 73 وانتصر على اليهود. دي كان جيش كانت عقيدته عقيده ايمانيه قويه، تمسك بالله عز وجل، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى نصره ما هزموش زي 67. هو نفس الجيش ونفس بس العقيده اتغيرت، عقيده بدل ما كانت قبل كده في 67 عقيده بدور على الرقصات وبدور على الفنانين والكلام ده كله، لا كانت تمسكوا بالله عز وجل وقالوا الله اكبر الله اكبر، فكانت هذه الكلمه هي السبب من اسباب نصر المسلمين. احنا طبعا بنحيي الجيش المصري العظيم بتاع 6 اكتوبر، مش جيش الرقاصين، مش جيش اللي بيحمي اسرائيل. اسرائيل النهارده بتقول بلسانها الواضح نحن نشكر شعب مصر على ان اهدانا السيسي. اسرائيل بتقول احنا بنشكر مصر انه اهدونا السيسي. يبقى هو بيعمل لمين؟ الجيش اللي يقتل نص شعبه ويشيل نص سينا وسلمها كده تسليم اهالي لقوات حفظ السلام اللي هي مقنعه عليها اصلا قوات احتلال وسلمها لهم، هو جيش مصر؟ جيش مصر اللي كان بيحمي مقدسات مصر وعقيده مصر اللي هي الدين الاسلامي. النهارده هو بيصلي الهان شاهين والرقصات عشان تغير المعتقدات الدينيه المقدسه لدى المصريين. جيش مصر الانقلاب الحالي اللي بيقتل في شعبه وبيهجم في اهله في سيناء اللي حرقها جيش 73 اللي هو اصلا لا يموت للجيش الحالي المصري دول بيصلي، لان ده كان ذاك جيش قيادات وقيادات وطنيه مثل الفريق صالح الدين الشاذلي وامثال القيادات الحلوه دي، هي دي اللي كان على ايديها وانكتب على ايديها النصر. دي الناس القاده اللي كانوا مؤمنين بقضيه الوطن وبقضيه تحرير الوطن. ولكن جيش الانقلاب الحالي احب اوجه له رساله واقول له اتعلم الدرس من الجيش 73 وخذ منه بلاش وقف عن قتل الناس وعن تشييد اهلنا في سيناء وعن اللي انت بتعمله وعن هذا الانقلاب. الجيش اللي موجود دلوقتي كلهم ما فيش واحد منهم ضرب طلع على اسرائيل، هم بس يعني اول جيش يضرب على شعبه ويموت فيهم من اول احداث رابعه والنهضه والمنصوره وكل ميادين مصر. هو يعني جيش جاي بقائد انقلاب عسكري ضد شعبه وغير عقيده الجيش، عقيده الجيش اللي حارب في 73 وحرر الارض وربنا سبحانه وتعالى سنده ونصره في شهر رمضان، وكان كل الشعب معاه وكل العالم العربي والاسلامي معاه بيدعي له، ربنا وفقه ونصره وعمل معجزه وحطم خط بارليف.